عثمان؟ عثمان؟ لك شو عاملين فيك عثمان؟ عثمان؟ نانهين ونانا أعطينا هالمي هات. الله يكسر إيديه ونحط حط حط كمان حط كمان. عثمان؟ صح صح عثمان حاكيني. عثمان شبك؟ عثمان؟ لعم شو مساوين فيك؟ الله يخرب بيتوني. عثمان حكي معي عثمان؟ عثمان حاكيني. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا مالك أفندي؟ معقول؟ شو إلي مصلحة أكذب عليك يا ابني؟ العفو، بس يعني هالسيرة اللي عم تحكي فيها والله طيرت لي عقلي. أنا سمعت هالكلام من سرحان سمع الأذن للأذن. إنه عثمان اعترف بمقتل مسعود؟ لك شلون؟ لك شو شلون لك ابني؟ الولد اعترف وخلص. ليكون معذبينه فوق الحد يا مالك أفندي. اسمع، الشي اللي جاي من شانه ألعن من اعتراف عثمان بمية طاء وطاء. وصل الخبر لبيت الفرواتي إنه عثمان اعترف بمقتل مسعود؟ اي نعم. يا باطل يا باطل يا باطل. هدي حالك هدي حالك واسمع مني. كل شي مرق بكوم واللي جاي بكوم. مسعد ناوي الفاينة. الفاينة؟ يا ساتر استر يا رب. شلون يا مالك أفندي شلون؟ بعد ما عرف إنه عثمان اعترف بمقتل مسعود حلف يمين إلا ياخذ بتار أخوه ولو كلفوا هالشي كل رجال الفرواتي. واللي فهمته أكتر إنه بده يتعرض للمستورة تمر حنة. أي نعم. إذا كان رجال ينفذ كلمته قسما عظما بحسب الله ما خلقه. أنت مالك قد بيت الفرواتي يا ابني يا شبلي؟ قد وقدود يا مالك أفندي، لكن اتركه يتعرض لحرمة وأي حرمة تمر حنة قسما عظما بذبحه وبشرب من دمه. هذا مو حل يا ابني. طيب مو على أساس الكبارية دايرين بالصلحة يا مالك أفندي؟ على أساس هيك، بس طلعوا الجهتين مو رغبانين بالصلحة. صهرك أبو عثمان معصج لا بده يصالح ولا بده يدفع الدية، وأبو مسعود رافض الصلحة ورافض الدية. والعمل يا مالك أفندي، والعمل. بوس إيدك إيدي بزنارك لقيلنا حل. أنت كبير بالحارة وكلمتك ما بتصير تنتين يا ابني يا شبلي. أصحاب الشأن معصلجين رافضين كل المقترحات، وصهرك أبو عثمان كل يوم عقله شكل. مبارح شكل واليوم شكل يا مالك أفندي. لما صهري أبو عثمان يعرف أنه عثمان اعترف بمقتل مسعود رح يبدل رأيه. وإذا ما بدل رأيه؟ لازم يبدل رأيه من كل بد من شان عياله. عم قول إذا ما بدل رأيه. ساعتها لازم نقنعه بحي الله سبيل. اسمع يا ابني يا شبلي، أنا ما بحط إيدي بشغلي إذا ما كنت ماني إيدي من كل طرفة. وأنا بوعدك يا مالك أفندي إني أقنع صهري بالحل اللي أنت بتلاقيه مناسب. وأنا من إيدك هاي لإيدك هاي. شوفي شو اللي جرى شو صار؟ على الطريق بحكي لك لك ياما، بس من شان الله خفي رجلك شوي هلا تأخرنا. يعني ما بتقدر تحكي هلا هلا؟ على الطريق لك ياما على الطريق. يلا يا أحمد أنت الثاني مو معقول شوف تيكتك طويلة خلصنا يا أخي. يلا أمي يلا نزل أحمد يلا. منين جبت الكلام يا شبلي؟ منين جبت الكلام؟ والله يا صهري الحارة كلها مطبولة بالخبر. ما عم صدق أذاني، أنا ما عم صدق أذاني. عثمان يقر انه قتل مسعود. شلون يا شبلي شلون؟ شلون يعني يا تمر حنة؟ عثمان معترف. شو شايفتيني فرحان انا بالخبر؟ بس هذا اللي صار.
أكيد معترف تحت تأثير الضغط والتخويف. لك يا جماعة والله ابني بريء، يمين الله لو بشوفه بعيوني عم يقتل ما بصدق. لك مستحيل، عثمان ما ممكن يقتل نملة. لك يا جماعة بريء والله ابني وبعرفه. يو وحده الله يا جماعة، مشان الله وحده الله وهدوه وركنه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طولوا بالكم يا جماعة، البكي ما رح يفيدكم بشي. لك يا خالتي بدك يا أنا ما نبكي، عثمان ما اعترف بذنب ما ارتكبه، بحلف بالله إنه هو ما ممكن يقتل، وبدك يا أنا ما نبكي. وحده الله يا جماعة، وخلونا نعرف شو بدنا نساوي، بركي في شي مهم ممكن نعمله. ليش ضل شي أهم من اعتراف عثمان بقتل مسعود؟ في يا صهري في، مسعد ناوي على الفايني ومهدد ياخذ بتار اخوه حتى لو كلفه هذا الشيء حياته، وعم بيهدد كمان انه بده يتعرض لتمر حني وللصغار. لازم من اليوم ورايح تاخذوا حذركم منه يا جماعه. عثمان مأمن عليه بالحبس، بس هلا المصيبه انتوا هالصغار. تمر حني من اليوم ورايح ما بتطلعي خطوه واحده برات البيت، لا انت ولا الصغار. ما فهمت منهم شو اللي جرى، شو اللي حصل لحتى عاملين فيك هالعمايل ولادين الحرام. بدهم يعني يقروا اعترف على شيء ما سويته، يشهد الله ما سويته. وبعدين شو صار؟ ضلوا يضربوني، نزدوا فيني قتل، علي الحال اكلت قتل الجحش ما بيتحمله. المهم لوين وصلت معهم بالاخير؟ ما حسيت على شيء من كتر القتل، غب على قلبي، ما دريت غير انا عم تكون. يعني اعترفت بنهايه الامر؟ اعوذ بالله، شلون بدي اعترف على شيء ما عملته؟ الله كريم يا ابن الحلال، وشايف وعارف، حط عيونك بعيون ولا تبالي. لا اله الا الله. الله يورجيني فيكم يوم يا اولادي الحرام. الو مساء السرحان. خدامك يا باشا. طمني شو صار معكم؟ كل خير كل خير يا باشا. ايه الولد اعترف. اعترف؟ ايه نعم يا باشا، اعترف بعظمة لسانه. اعترف بشو؟ اعترف بانه هو اللي قتل مسعود. اعترف بعظمة لسانه يا مساعد سرحان؟ طبعا يا باشا. لا 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 لا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل ذنب عظيم. معناتها الشكوك كانت بمطرحها كلها. طبعا يا باشا طبعا، الشكوك كانت بمطرحها. وهلأ شو نبي نساوي يا مساعد السرحان؟ راح نساوي بعض الإجراءات ونحوله على المحكمة. يا باشا يبا ما أريد تقطع كلامك، لكن ليش ما يبرد الزاب؟ دكتين ثلاثة وجايك يا بديعة. روح روح زين. المهم يا مساعد سرحان، مور يا باشا، هلأ الشكليات اللي عم تحكي عنها بتاخد وقت كتير لحتى ترحلوا الولد على المحكمة؟ لا لا يا باشا، طالما هو اعترف بعظمة لسانه بتاخد لي يعني شي شغلة نهارين ثلاثة. طيب طالما الولد اعترف ليش ما بترحلوه من الليلة؟ لأنه وجوده هون بالمخفر عم يزيد من نيران بيت الفرواتي. والله كلامك في زبدي يا باشا، لازم يترحل من الليلة. لك لا أقول للتخريج لها القصة وخلصونا بقى. يا سيدي الله يشترك، تعا شوف عندي هول القيامة قايمة، الحجار مثل زخ المطر يا سيدي، أهل المغدور عم يجمع المغفر بدهم يخطفوا الموقوف. إذا بتريد يا سيدي بركي بيترحل على المحكمة، يعني بتهدى نار أهل المغدور شوي. طيب سيدي، حاضر حاضر سيدي، مشوار الطريق بيكون عندك، رح ببعث لك إياه مع عناصر من عندي من هون. مع السلامة سيدي. جبار يا عاصي. احترامي سيدي. احترامي سيدي. سمعني انت وياه. نعم نعم سيدي. لك شو اللي وصل هويتك لمطرح الحادث؟ لك عثمان
شو اللي وصل هويتك لهنيك؟ شلون وصلت هالمواصيل انا؟ لك شلون وصلت؟ معقولة حدا نازل لدارنا وسارق وبده يورطني بهيك ورطة مالي فيها؟ معقول؟ بس انا مالي عدوين ولا دايس على طرف حدا بحياتي. صعيب علاقة مع مسعود من وقت لتاني، بس ما ممكن توصل القتل بيني وبينه. لازم اعرف شلون وصلت الهوية لمطرح الحادث. لازم بقى اخلص من كل هالشرشحة. تعبت. عثمان الصباغ، شو شايفك سهران يا سيدي؟ من الوجع ما عم بقدر نام. ايه قوم طب اغراضك لانك طالع افراج. واضي بموضب سيدنا، ربي يجبر بخاطرك بجاه الحق. محسن السكري نايم سيدي، فيق لك يا؟ ايه فيقه على عيني. محسن شو عثمان؟ محسن ولك قوم طالعين انا وياك. براءة قوم. براءة؟ ايه ما بصدق. ايه لا صدق يا افندي، انت وياه براءة. يلا لشوف قوم ويلا. عم تمزح سيدنا، عم تمزح ما؟ يلا شارك بك يا قدامي بسرعة. يلا اخ حرك. كان اليوم دور الضايم رضا عندنا يا باشا. ايه وقامك بالكشف. ايه ماكو حمل يا باشا، ماكو حمل. الله كريم يا بديع، وأمره لما يقول الأوان كن فيكون. بدنا نطول بالنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يا باشا حنا بقالنا زمان على هذا المنوال، يعني مو معقول نقضي كل عمرنا كذي. كشفوا خيبة وبعدين يعني شو الحل يا بديع؟ شو أنا كرهان يصير عندي خلفة وعيال؟ شوفت عينك قديش ركضنا مشان هالموضوع، ما خلينا داية تعتب علينا. يعني يا باشا حنا نسعى وربنا يقول سعى يا عبدي ونسعى وياك. الداية ام رضا اشطر وامهر داية بالشام كله. يا باشا انا قصدي يعني ايش حق ما نروح حكيمة؟ حكيمة؟ حكيمة شو؟ يا باشا يعني حكيمة يعني كلها معرفة خبرة. منين طالعتي لي بهالفنطي خبرات ومعرفات؟ من يوم يومنا نسواننا بينكشفوا عدايات وصلى الله وبارك. يبا نعرف هذا الكلام زين، لكن تنداري يا باشا يعني وايد الأمور مستعصية ويا هذه الداية مرضى. يعني أنا قلت ما أن هنانة بالشام في حكيمات مختصات، شحق إحنا ما نسلم أمرنا ليهم؟ مين اللي قال لك على شغلة الحكيمة يا بديعة؟ ما حد يا باشا، ما حد. السواق عبيد يا باشا. تدولنا طريق. صحيح عثمان كان شغيلي وربي وشب عندي بالمصبغة، بس كلمة الحق لازم تقال. قدامنا جورة وحساب عسير. كلامك صحيح يا باشا، عم تحكي درر عليم الله. وأنا والشهيد رب العالمين، يعني ما لي رايد إلا تنفض السيرة بين أهل الحارة وترجع المحبة والوئام بيناتهم. على الأصلي عم تحكي أصلي. يعني هو أنا بدي أحكي لك شغلي، يعني إذا ما حكيتها أنا في ألف واحد يتبرعوا يحكيها، مشان هيك جبتك لهون مشان أحكيها بيني وبينك. أحكي يا باشا، صاغي لك أحكي. بس بدي إياك تمسك حالك. ها أنا عم بحكي مع رجال من ظهر رجال. رجال بعون الله يا باشا قول. استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. عثمان لا حول ولا قوه الا بالله.
عثمان اعترف بما قتل اخوك مسعود. عثمان الصباغ اعترف انه قتل اخي يا باشا؟ مشان مقصوفه الرقبه اللي الله لا يكبرها. كان قلبي حاسسني يا باشا من اول ما سمعت بالحادثه كان قلبي حاسسني. الله كبير يا ابني، مهما كان المجرم شاطر الا يغلط. حتى لو كانت مسالته منه الهويه يا باشا، حتى لو ما كانت سالته، ما في غيره ورمقت الاخي مسعود. بس وين بده يروح مني هو واهليته؟ حلفت يمين ورح احلف 100 يمين دم اخي مسعود بدم 10 بيت الصباغ. لا يا ابني يا مسعد، انا ما حكيت لك حتى تقيد النار، نحن بدنا نلملم الجراح. يا باشا اعترف بعظمه لسانه، بدك ياني كنه اهدى. يا ويل بيت الصباغ مني يا ويله. لا حول ولا قوه الا بالله، الظاهر اني غلطت. يمسيتش بالخير عيوني فيروز. مين عم بيحكي؟ ايش فيش انتي؟ ما تعرفين صوتي؟ انا بديعة. هي بديعة؟ عن جد ما عرفت صوتك بالمرة. يبا انا حافظة صوتي عشان ما يسمعني الباشا. سمعيني زين، اليوم انا تحشيت مع الباشا عشان روحتنا لعند الحكيمة. يبا ايه، شو كان ردوا حياتي؟ يا ابني يا مسعد، رح ترجع تهوج وتضوج. عم قلك لازم تهدى وتكن. الصلح سيد الأحكام يا ابني. أنو صلح يا باشا؟ أنو صلح؟ فوق ما قتلوا أخي وكمان جايين يضمرولي على مكيدة ويعملولي فرتينة، بدك يعني ما ضوج وهوج؟ يا باشا بدي اشرب من دم بيت الصباغ فردان فردان وعلى رأسه دم شبلي العاطل، شو رأيك؟ عن إذنك عمي مسعد، لشوف مين وراجع لك. أنا فتحت الموضوع مع الباشا وسهلت الطريق، الباقي عليكم يبا. Çagüzel haberler efendim abadiy. Çok güzel. Akhbar kuyis. قلت له ان خلفتنا اهم من المال والتجاره ويكفينا صبر كل هذه السنين يبا. وماذا كان رد باشا افندم ابديا؟ شنو ما كان رد عيوني، المهم انت من جهه وفيروز من جهه، كذي يقتنع الباشا ان احنا نروح الحكيمه. نحن نتكلم مع باشا، إذا كان في فائدات إفندي ما بديع نتكلم مع باشا. أقول لك، يوم اللي بات عندش ضلي تحشي وياه، يوم اللي بات عند فيروز كمان يتحشي وياه، يوم اللي بات عندي عيوني أفضل أنق براسه الحين ما يقتنع. يا أهلين شيل ساعدني عمي. تفضل عمي مسعد. أهلا وسهلا. يسلم الإيدين يا رب. رأي الشيخ معراج والمختار أبو ماضي دفع الدية والصلحة. معقولة يا باشا؟ معقول نبيع دم أخي مسعود؟ بعمل إيه؟ لك شو علي؟ أنا أكون بمطرحك بقبل، ليش أنت ما أقبل؟ الدية لا عيب ولا حرام لك يا ابني، وهيك بترضي كبارية الحارب لك يا ابني. يعني قلتك نقبل بالدية يا باشا؟ مو مشان المصاري يا ابني، بس هيك بترضي الكبارية والجاهات، والدية من حقكم. يعني وقديش لازم نطلب دية يا باشا؟ يعني ما بعرف. طلب يلي بتلاقيه مناسب، هيك بتطلع قدام الكبارية مساير وبتلملم القضية بلك يا ابني. مثل ما بدك يا باشا، مثل ما بدك. هيك عمي بسعان، يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين. قول يا بيكو دقيقة عن اذنك، بس كمل اكلك انت، لا تستنى، يلا جاي ما تطول. خير. جناب رئيس المخفر طالبك على التليفون يا باشا. تفضل عيوني. أهلين مساعد سرحان. نعم؟ صار مثل ما أمرت يا باشا، ورحلنا الولد على المحكمة. ترحيل الولد رح يحل مشاكل كبيرة بالحارة. الله يعطيك العافية. على عيني. الله معك. مع السلامة. خير يا باشا. بعدين بحكي لك. ما
خير؟ شو بكون عم تدوق على الباب بهالليالي؟ ما في شيء، ما في شيء لك عمي، ما في شيء. شرفوا يا رجال. لا تخافي تمر حني، أنا رح شوف مين. لا تفتح الباب لتأكد مين. لا تخافي، لا تخافي. مين؟ داف داف، نحن الشرطة جايين نحكي معك بخصوص عثمان. والله لا يشرح من دمك يا رب. يا أمي، يا أمي دخيلكم عم بيجلو شبلي. يا أمي، يا أمي دخيلكم حاو شبلي. يا أمي شوفي شوفي حاو شبلي. يا أمي دخيلك وين هو روس مين بسرعة؟ ما خبر اسم أخبار. حسبي الله ونعم الوكيل. عجبك هيك يا أبو مسعود؟ عجبك هيك على هالبهدلات اللي صارت بصاص الليالي وبقال هالأصوات قدام الناس؟ عجبك هيك؟ ما عجبني يا سيدنا، بس بس شو؟ حلا إذا كنت بتحلا. البوط كل ماله عم بيكبر بين العيلتين، لولا ستر الله سبحانه وتعالى لراح شب تاني مبارح. أنا ما بيهون علي بنوبة يا سيدنا، بس شو أعمل؟ شو ساوي؟ شو تعمل؟ شو تعمل يا أبو مسعود؟ منبح صوتي والتعى قلبي ونشف حلقي، وأنا بقول لك يا أبو مسعود الصلحة، الصلحة يا أبو مسعود. أنت إدم من طين وإدم من عجين. المرم عندي يا سيدنا. الشغلة مو بإيد الحريم يا أبو مسعود. من امتى الحريم بيبتوا بأمور الرجال؟ ها من امتى؟ عجبك هيك؟ عجبك يا ابو عثمان؟ هيك منيح اللي صار؟ قعدت تقلي زمان ومحاكمات وما بعرف شو. انبسطت هلا بهالشرشحة اللي صارت لجميع اهل الحارة؟ انا انبسطت يا ابو ماضي. الله يسامحك على الحكي. ايمانك علي يمين، ماني عرفان وين بدي ودي وشي من خجلي. إيه بس يا أبو ماضي. بس شو يا أبو عثمان؟ بس شو؟ والله ما لي عرفان شو بدي لك يا مختار. لا سيدي بتعرف، وكان لازم تقول قبل ما تركبنا كل هالمشاكل اللي صارك. عجبك هيك وقفت العباد بالنظارة على مرأة البشرية كلها؟ أمر الله يا مختار، أمر الله. لا سيدي مو أمر الله، أنت اللي عارضت كل يلي اقترحوه أهل الخير وعلقت الناس مع بعضها، جاي تقلي هلا امر الله؟ من امبارح قلتوا ما رح يبات بالمخفر، وقلتوا ان الباشا ناظمي رح يطلعوا، ما صار شيء. طولي بالك خالتي، القصه بدها وقت، والشغله ما وقفت عند شبلي، اللي توقفوا امبارح قرابه العشرين نفر، والباشا عم بيقول ما بده يطلع واحد ويترك الباقي، بده يطلعهم كلهم. ايه يعني قولك بيطلعوا اليوم؟ اتكلي على الله ان شاء الله. يا رب تخيلك كلام الحبيب. تمر حني، خذي القهوه لابوكي. Thank you.
على أبوه، لأنه متعود على حياة المرمطة وبحياته ما فات على مغفر لك أختي. يا أختي يعني عثمان اللي متعود هيصل له ملحوش بالمخافر هذيك الحسبة كمان. قولي على قلبي ليش هاين علي يا عثمان، بس شو طالع بالإيد لك أختي؟ شو طالع بالإيد يا يا مو؟ أبي عم يقول نعجل بالغدا لأنه المختار يمكن يتغدى عنا. يا مو شو الحديث اللي دار بين أبوك وبين المختار؟ والله يمكن بدهم يلففوا الموضوع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على هالمصار اللي صار فينا. صحيح خالتي، وينو أحمد؟ ليش ما عاد بيان؟ على قلبي الثاني ما عاد إجا عود، وأخوه ملوش بالحبس. إذا خلقنا يا بكرة شو ما عملتوا شو ما قلتوا بدنا نروح المدرسة. بدنا نروح؟ يا بتروح علينا دروس، بكرة بنركض بنركض وما منلحق. والله عاد ما بقى غير هالفصعين يلي ما فأسد عنهم البيضة يتحكموا بصائر الحارة. حصل خير يا باشا، حصل خير. مو خير، منوب منوب الشي اللي عم بيصير على ايدين هالزعران بالحارة يا مساعد سرحان. يا سيدي انت امرني والبدك يا بيصير، هي رحلنا عثمان حسب أوامرك والولاد منقوعين بالنظارة. برا لساني وأنا لاطف هاد وأحكي مع هاد، هدول الظاهر ما رح يفهموا بالزوق أبدا، لازمهم رصة تكون محرزة. بتأمر أمر يا باشا، اللي بدك إياه بصير. شغلة بتهز البدن، بدنا نخلص من هالرواية بقى، بكفينا واحد صار بالتربة والتاني الله أعلم شو بينحكم. صح يا باشا صح، كلامك مزبوط. العمى شو ما بقى لنا شغل غير نفكهم عن بعضهم كل ساعة والتانية. اترك هالموضوع لي يا باشا، أنا رح ربيهم أحسن ترباي. يا عاصي يا جبار. احترامي سيدي، احترامي سيدي. بتنزلوا لتحت على النظارة بتبلشوا فيهم الصلخ، ترى اللحم إلكم والعظم إلي. ها يلا نشوف ساعة. حاضر سيدي. يا ميت أهلا وسهلا يا باشا، عليم الله شرفتنا. عثمان راح حلوه على القصر العدلي، يعني نفد بريشو. بس ورحمة تراب مسعود، ورحمة تراب مسعود لو كان هون الغدار الخاين لكنت سلخت جلده عن عظمه. خراس ولا اذا بتجيب سيرة عثمان على لسانك بقص لك يا فهمه. ما رح رد عليك لانه قديش ديبه هون انا، يوم اثنين ثلاثة عشرة، وبعدين بدي اطلع وعلم على بيت الصباغ كلهم. يلي بده يعلم على بيت الصباغ لسه ما خلف، فهمت؟ خراس ولا لك شبك انت وياه بتكون تموتوا على مشاكل تضرب منك إله، ولك فسعد ما رح تبطل مشاكل. شوفت عينك سيدي لك دياحي، هو اللي واقف تلتجب علينا، قتلوا لي اخي بدل يقتلوني لي كمان. علينا بالهواء. مساك لألا مساك مساك. شو هاد على أساس صار مثل الحصان البابو؟ علي الجيرة نفضت لك يا نفضة غير شكل. نفضت غير شكل؟ لك راسك بدون نفضة غير شكل. لك عود عود روّق. ما بدي روّق لسه، أخذني سري مري مشان البابور. شو مالي شغلة غير البابور لك جفني؟ لك عمي عود روّق لصلح لك يا أنت واعد. عود شري فوي قعدنا. ايه وهلا شو صار معاه؟ أخي امتلك قدر نص كيلو إلى خص نص. نص كيلو شو لك معوّا؟ لك شبك لك جفني، ليشك عم تنسلك روحي؟ نص كيلو من الدوايات اللي اجوني من بيروت. هلا انا عم بسألك شو صار بمشكلة مبارح، وجيب لي سيرة الدوايات. ها ها ايوة، على اساس الكبارية حلوة صلحة بيناتهم. ايه حاجتها حلا استويت، لسه كل يومين والتاني بقى على خناية وما عم يخلونا نعرف ننام يا رجل. لك ايش حادة انت، شو بدك بهالعي كله؟ تريك الشغلة لأهلك روحي. ليش نحن مو اهله لك بالهوى؟ عليم الله بالمرتين الماضيين لكانوا يشلخوا بعضهم لولاي لك بالهوى. ما شاء الله عليك شو فتح، يعني عامل لي حالك فتح كثير. بدك تنطف لي قلبي اخي، بدك الدوايات ولا لا؟ هلا انت ليش نزل لك مقواص؟ عم ناخذ ونعطي معك ليك. لك ان شاء الله تنعطلك شعله ببو عينك ان شاء الله، لسه اخذني وجايبني من شان اللي مشحر لي مثل حكايتك. اخي بس يخلص الببور ابعث لي اياه على الدكان. ايه روح ابعث لك اياه على الدكان. لعمه شو نزل وجهنماني تضرب انت وببورك.
عم بيقولوا انه الباشا ناس بيحط ايده بالشغله ورح يطالع كل الموقوفين. امتى؟ ما حدا بيعرف امتى، بس طالما الباشا رح يتدخل اكيد 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 رح يطالع كل الموقوفين. ناقصهم بيت ابو عثمان، ناقصهم، ما بيكفيهم عثمان الثانيات. الله كريم يا سلمى، الله كريم. لا اله الا الله، محمد رسول الله. هلا المهم. ايه ليلي، امك لساتها معصده ولا طريت مشان روحتك على المدرسه؟ معصده وبس. الله وكيلك ليل نهار على طلطيش حكي وتسميعني انا سبب بكل هالمصايب اللي حاله بالحاره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طولي بالك سلمى، طولي بالك، ان شاء الله بترجعي على المدرسه. خلاص يا عمي ابو شكر. اهلا يا حموده، طمني شو الاخبار؟ هي جايتي من صوب المخفر. ايه ما افرجوا عن حدا الموقوفين. تفضل عمي. الله معك اخي. اجلا ام عاجلا رح يفرجوا عن كل الموقوفين، بس انت طول بالك. من عندي طول بالي يا عمي ابو شكر؟ منين اخي مالي غيره ملحوش بالنظاره؟ امبارح ما نمنا لا انا ولا الوالده من زعلنا عليه. الباشا ناظمي عم بيقولوا حاطط ايده بالموضوع ورح يفرج عن كل الموقوفين، بس انت روق. ما رح روق ليطلع اخي من النظاره. ايه بسيطه، تعود لتكون جوعان لحط لك لقمه فول مدمس على كيفك. والله مو جاي بالي لا اكل ولا اشرب يا عمي. لك هلا تعود شبك، عود لك ابني عود. انست وشرفت يا ابو ماضي. الشغله ما بدها مطمطه يا ابو عثمان. قول خير ان شاء الله خير. خاطرك الله معك، مع السلامة. شو يا بي؟ طمنا. ما بعرف، ما بعرف، تربطت ايدي. طيب ما فهمت من عمي المختار قديش الدية وامتى رح يفرجوا عن الموقوفين؟ هو كمان ما بيعرف. لكن مين بيعرف يا بي؟ وعدوني يردوا لنا خبر بعد صلاة العشاء. طب نحن يا أبو عثمان كيف بدنا نأمن الدية؟ بدبر الله، بدبر الله، مهم نخلص من المصيبة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله. طولي بالك لك أختي، طولي بالك بعين الله، لك دخيل اسم الله. أنا شو هذا عم يصير معنا؟ أنت بدك تستلم القضية يا أستاذ عبد الرزاق. أنا؟ إيه نعم. أنت ليش؟ أنا عندي محامي غيرك. أنا بثق فيك وأنت بتعرف هالشي. وبيهمك الولد كتير يا باشا؟ الولد كان شغيلي وعندي الظن أنه يكون بريد. ما عم تقول جنابك يا باشا أنه الولد اعترف بعظمة لسانه أنه هو الفاعل؟ مزبوط، بس أنت ما بتعرف تحت أي ظرف من الظروف معترف الولد. على كل حال برضو كمان بده محامي. إذا معترف الولد وتأكد للمحكمة تحت سبق الإصرار والترصد شغلته منتهية. يا سيدي نحن علينا نعمل واجبنا تجاه الله وتجاه ضميرنا. بس القضية خاسرة يا باشا. مو مهم يا أستاذ عبد الرزاق، بس الولد مسكين وأهله ناس غلبانين. اللي بتشوفه يا باشا. يلا شو صار بالنسبة لفرن الأزاز؟ بالقريب العاجل إن شاء الله رح نتمم الأمور ونربح القضية يا باشا. مع الأرض. ليش الأرض؟ من نفس محضر فرن الأزاز؟ 20 دولم. وليش ما قلت لي من بداية القضية يا باشا؟ شو بدك يعني إلا إذا أنا ما أدريت بالموضوع إلا من 10 أيام إنهم من نفس المحضر. السلام عليكم. على السلامة يا باشا، شرفت. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدك تطولي بالك فيروز خانم، رب العالمين إرادته بعد اسمه ما بتتعانى. الله هيك رايد وهيك بده. لا إله إلا الله محمد رسول. إيه ها هذا الكلام الحلو يلي بينسمع، الله يرضى عليكي. هذا الحكي يلي بيطمن القلوب وبريح النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا عمي حبيبي الله، حبيبي الله يا أمري. بس إنه يعني الشر اللي عم بتصير إيه بتجنن بتجنن. أنا رح جن ليك يا أمري، لو الشر اللي عم بتصير معي أنا بس إيه كان فيها وما فيها. بس المشكلة اللي موسوستني أكثر شيء إنه ثلاثتنا عم بصير فينا ذات الشيء. لحكمة، لحكمة بيريدها رب العالمين فيروز خانم. لك إرادة رب العالمين ما بتتعاند، إرادته فوق كل شيء.
يا شو هالصدفة هذه يا ام رضا اللي ما صارت الا بالقصص والروايات؟ معقولة يعني رجال مجوز ثلاث نسوان وثلاثتهم ما فيهم يجيبوا اولاد؟ طيب شو بدنا نعمل يعني فيروز خانم؟ لازم نلاقي حل، لازم نعمل شيء. يعني بلا مؤاخذة، خلي جناب الباشا ياخذك لعند حكيم مختص، أنا من جهتي ما بزعل، والله ما بزعل، الرزق على الله. ما كل ما فتحت سيرة الحكيم المختص، حجة الباشا هي ذاتها يا أم رضا، إنه الشغلة بإيد الله والحكيم هو رب العالمين. مزبوط. مزبوط الحكيم هو رب العالمين، بس رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا عقل نفكر فيه. إيه بس أنا رح طق يا أم رضا، صرنا سنتين على هالحالة ودق المي هي مي. عدم المؤاخذة فيروز خانم، نفس الشكوى من ضرائرك، نوزات خانم وبديعة خانم، بكل تشفية، نفس الشكوى ونفس الحديث. فيروز هانم، نوزات هانم عاوزاكي على التليفون، تحبي تتكلمي برا ولا أجيب لك التليفون هنا؟ عن إذنك. تفضل. نحن نحاول تصديق هذه حالة إفنديما فيروز، لكن مش نحسن نصدق، مش نصدق هاير. والذي يقلقنا أكثر أن باشا مش عيب حاجة، والذي أكثر من هيك إفنديما فيروز إنه باشا بتحسي يئس من موضوع خلفة. زلمة مثل الباشا مين قالك ما بيتمنى يكون عنده أولاد يحملوا اسمه ويورثوا أملاكه ورزقه؟ لكن ليش سوس إفنديما فيروز؟ ليش ساكت؟ بيظهر انه تعب من الحكي بهالمواضيع كلها على بعضها. مش يجوز يتعب احد من اجل يصير عنده خلفه، خصوصي مثل باشا نازم افنديما فيروز، ودايما بيقول انه مشغول باملاكه ومصالحه يا نوزات دايما. والعمل شندي افنديما فيروز؟ لازم نلاقي حل يا نوزاتي حياتي، لازم ضروري. شلون افنديما؟ خلونا نفكر احسن ما يمرق العمر ونندم ونقول يا ريت. يه لازم نلاقي فتوى لهالمشكله. شبك شبك حاطط الحزن بالجرن وقاعد وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. بتهون لك عثمان بتهون لك. محروق قلبي من هالولاد الكلب، قالوا لنا افراج وجابونا لهون ليش؟ جايز تكون شغله اجراءات وبعدين يردوا يفرجوا عنا. قلتك هيك؟ بيجوز بيجوز. طيب واذا مو هيك؟ اخي بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج. محمود حامد فارس الحكيم حاضر. فز انت وياه يلا في عندكم محاكمه. لك تحرى محاكمه. أنا مسعد يا مفتاحي. مسعد مسعد تقبر قلبي تقبر قلبي. طلعت يا مو طلعت. الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. تقبرني شو شبك يا مو شبك؟ ضربوك هانوك؟ اللي أمي اللي ما في شي يا مو، فلقة بسيطة وكفين ثلاثة وكم طيارة. شو وينه أبي؟ أبوك راح مع زباين على الدكان، قال إلهم شغل ما بيطول هلأ بيجي. منيح يا مو، بدي اياكي بجوزين كلام. خير امي؟ شو في؟ في شيء عم ينطبخ بخصوص اخي مسعود. مسعود؟ شو امي احكي؟ الكباريه بدهم يصالحونا مع بيت الصباغ، بدهم ايانا نسكت، نسكت برشين ثلاثه. ناس سمعت هالحكي؟ سمعت وخلص يا مو، المهم تمن دم اخي مسعود ما بيروح ببلاش. لا يا مسعد، مو عيب دم مسعود يروح ببلاش، بس انت اهدى وروق، اهدى تقبرني. ماشي. Thank you.
هذا بشارة عبد الرحمن، هذا بشارة اللي شو وراك ولك مني أحلى بشارة. أخي شبلي طلع من النظارة. شو الحكي وينه؟ جاي هو الشباب. أفرجوا عن شبلي يا جماعة، أفرجوا عن شبلي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. 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 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمكم. مكتورين الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير. الله معكم. الله معكم على السلامة. فضل فوتوا فوتوا فوتوا. تعال تقبرني. تعال. فوت فوتوا. فوت أحمد فوت. الله يسلم اليدين. كل امي صحتين. يا مو الله يخلينا اياكي مثل ما قلت لك. تعملي اللي عم اقول لك عليه وتتركي الباقي علي، ماشي؟ لك يا ابني فهمني شو في براسك مثل عالم والناس. لك يا امي الله يخليك، اعملي مثل ما عم اقول لك، ولا بدك دم اخي مسعود يروح ببلاش؟ قلبي مو مطمن، برضاي عليك فهمني شو في براسك. الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ضربوك يا ابني؟ لا يا ابي هيك يا عم، ما تاكل هم، ما تاكل هم منو بنتي. الله يخلينا اياك يا ابي. بسيطة يا بيت الصباخ، بس ما بكون اسمي مسعد الفرواتي إذا ماني مشنطتكم شنطتا. بسيطة. لا 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 لا، هالحكي ما بصير بدوب، ما بصير. ما بصير؟ وما قتل ابنك بصير يا أبو مسعود؟ مسعود ينقتل مشان بنت؟ أمر الله صار. واللي نحن طالبينه ما نو معجزات ولازم يصير. يا أم مسعود شي منه ولا كله وأمر الله وصار. وأبو عثمان زلمة درويش، منين بده يجيب؟ منين؟ ما بعرف، يدبروا حالهم. إيه يدبروا حالهم. أنت هلأ ضايجة، لا تروقي منحكي. يمين وعظيم يا أبو مسعود، إذا بينقصوا عن 25,000 ورقة سوري فرنك فلا بعد لك بهالدار تكة وحدة. دم مسعود ما بتعادله كنوز الأراضين. كتير عليه 25,000 ورقة؟ كتير على شب بعز شبابه؟